السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعدائهم أجمعين. قام الأخ أبو زيد بالاتصال على قناة وصال التي توصلك إلى جهنم مباشرة، وعندما فتحوا عليه الخط فاجأهم بهذا القول الذي فضحهم. نشاهد ثم نعلق. أنا فقط أريد أن أوضح، الشيخ اليوم تكلم، هل تكلم بوعي أم غلب عليه الوجع؟ لا، غلب عليك أنت الوجع. الأخ أبو زيد يقول للدمشقية، هل تكلمت بوعي أم غلب عليك الوجع؟ وهذه مصيدة من الأخ أبو زيد، لأن صاحب هذه المقولة هو عمر. نشاهد صحيح مسلم شرح نووي في الجزء 11 عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فطردهم رسول الله بقوله: قوموا. وكأن رسول الله طلب منهم أن يأتوه ببقرة فطير. المهم نكمل المقطع وشاهد ردة فعل المذيع، وكيف أن الدمشقية أحس بالمصيدة وحاول أن يتدارك الموقف. نشاهد. الشيخ اليوم تكلم، هل تكلم بوعي أم غلب عليه الوجع؟ لا، غلب عليك أنت الوجع، أرجوك. لا لا شيخنا، هذه منا طعن فيني غلب عليه الوجع يا دكتور. لا شيخنا، أنت شيخنا، أنا أرجو من كل متصل أن يلزم حدود الأدب. الله أكبر، حين سمع المذيع هذا الكلام قال للمتصل: غلب عليك أنت الوجع. إذا هذا المذيع لو كان في يوم رزيز الخميس لرد على عمر وقال له: أنت الذي غلب عليك الوجع. إذا هذا المذيع ماذا فهم؟ فهم أن هذه الجملة غلبك الوجع إساءة إلى شيخه الدمشقية، ورد بقوله: بل أنت الذي غلب عليك الوجع. إذا الوهابية يقبلون الإساءة في رسول الله ولا يقبلونها في شيوخهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قائل هذه الجملة صنمهم الأكبر عمر بن صهاك، فلا بد بالطعن في رسول الله على عيون عمر. نكمل ولاحظ كيف أن الدمشقية أحس بالمصيدة وحاول أن يدرك الفضيحة. أرجوك. لا لا شيخنا، هذه منا طعن فيني غلب لا لا عليه الوجع يا دكتور. لا شيخنا، أنت شيخنا، أنا أرجو من كل متصل أن يلزم حدود الأدب. تفضل يا أبو زيد بأدب. ما أساء الأدب يا أخي، قال اشتد عليه الوجع. لا هو شيخنا، أنا عارف هو لم يقل أنك تهجر، لكن تفضل يا أبو زيد. وأخيرا أحس المذيع بالفضيحة بعدما غمزه الدمشقية وقال له: أنا عارف. فقال المذيع مباشرة: ولم يقل لك أنك تهجر يا أهل المكر يا وهابية. أنت انفعلت وقلت يا أخي، أنا والله لا أنفعل. بص بص بص، اسمع اسمع، أقول لك سر، اسمعني، أقول لك سرا. عجيب، سيقول له سرا، وهل السر يقال على قناة فضائية؟ المذيع تدمر المسكين، دعوني نشاهد هذا السر. اسمعني، أقول لك سرا، حتى وإن ظهر الانفعال وعلى صوتي أنا لا أنفعل. لا، هو لم ينفعل، هذا المذيع يكذب على نفسه. نعيد انفعاله حين سمع المتصل يقول لشيخه: هل غلب عليه الوجع؟ شاهد. أنا فقط أريد أن أوضح، الشيخ اليوم تكلم، هل تكلم بوعي أم غلب عليه الوجع؟ لا، غلب عليك أنت الوجع، أرجوك. لا لا شيخنا، هذه منا طعن فيني غلب عليه الوجع يا دكتور. لا شيخنا، أنت شيخنا، أنا أرجو من كل متصل أن يلزم حدود الأدب. الله أكبر، إذا عمر حين قال لرسول الله قد غلب عليه الوجع لم يكن مؤذبا مع رسول الله، إذا عمر أقل الأدب مع رسول الله. فهل هذا المذيع سيقول عن عمر أنه قليل الأدب؟ أبدا والله، لن يتجرأ وهابي أن يقول هذا الكلام في عمر، بل يحاولون بأي وسيلة أن يجدوا مخرجا لهذه الفضيحة. إذا النتيجة القول قد غلب عليه الوجع إذا قالها عمر فهي فضيلة، وإذا قالها شخص غير عمر فهي إساءة وقلة أدب. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وأترك الحكم للمنصفين، والسلام عليكم. يا ربي 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 يا ربي.